السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم على قناة جميل المهدي المراكشي. على بعد حوالي 45 كيلومتر من مدينة خنيفرة في عمق جبال الأطلس وسط المغرب، تقع شلالات عيون أم الربيع، وهي بداية منابع نهر أم الربيع، أحد أكبر الأنهار في البلاد. وتتكون عيون أم الربيع حسب أهل المنطقة والعارفين بها من 47 عينا تتدفق من 40 منها مياه عذبة، 7 مياهها مالحة. تجتمع لتعطي شلالات صخرية على صبيب مرتفع يصل إلى الآلاف من الأمتار المكعبة في الدقيقة الواحدة، في مشهد طبيعي يأخذ العين والفؤاد، وتجعل السياح مغاربة وأجانب يقصدونها للتنزه، خصوصا في فصلي الربيع والصيف، فيما يقل الإقبال عليها في فصلي الشتاء والخريف. على مجرى الوادي بيوت خشبية متواضعة بلا أبواب، مترصة على ضفتيه، تتكون من غرف بأعمدة خشبية وسقف من خشش أشجار المنطقة، ومفروشة ببساط أمازيغي بسيط على الأرض، ومطلة على مجرى المياه المتدفقة يتخذها أصحابها، وكلهم من أبناء القرى المجاورة، فضاء لاستقبال الزوار نهارنا. ويقضي زوار منطقة عيون أم الربيع نهارهم بين مجرى الوادي والشلالات، مستمتعين في أحضان الجبال وقممها الصخرية، وبين مجرى الوادي وشلالات العيون المتدفقة من هذه الجبال. فضلاً وليس أمراً، لا تنسوا الضغط على زر الإعجاب والمتابعة تشجيعاً لنا على نشر المزيد. فرجة ممتعة. Thank you.
say searching for love is like searching for yourself. When you find yourself, you find love because they're the same.